أستاذ عمار، أنت عاشق للكمبيوتر والإنترنت وكل ما هو تكنولوجي، يعني في تكنولوجيا حديثة. بالنسبة للمكفوفين حضرتك، تفتكر الكمبيوتر ده بيمثل لهم أهمية قد إيه؟ إذا ما كنتش مبالغ، أو علشان ما كنتش مبالغ هقول لك يمثل لهم أهمية زملائهم المبصرين، لكن الحقيقة أنه أهم بالنسبة لهم بكثير. ليه؟ لأنه المبصر تتنوع أمامه مصادر المعلومات، سواء كانت عن طريق جورنان، سواء كانت عن طريق مجلة، سواء كانت عن طريق كتاب، سواء كانت عن طريق حتى إعلان في جهة ما، سينما، تلفزيون، أيا كان، تيليتكست أقصد أقول أي حاجة. إنما الأمر بالنسبة للكفيف، إذا ما قدر له أن يعرف الكمبيوتر أو أن يتعامل مع الكمبيوتر، فسيتحول الكمبيوتر إلى مصدر المعلومات الأساسي، إن لم يكن الوحيد بالنسبة له. لأنه هيقدر يتحول فجأة بالنسبة له إلى قناة اتصال بأي شيء وكل شيء دفعة واحدة. نمرة اتنين، هيسهل له أشياء كثيرة أهمها القراءة والكتابة. أنا أذكر أول مرة قريت فيها مدام سمية، أول مرة كتبت فيها مدام سمية، وأول مرة قريت فيها، المرتين جاتني حالة من اليوفوريا، حالة سعادة غير محكومة. يعني أول ما قرالي بتاع القارئ ده الكتاب، زمان كان سنة مثلا نقول 88، أنا فاكر أني نطيت، طلعت على ترابيزة ورحت ناطط تاني من الترابيزة في الأرض من كتر السعادة. لأني أول مرة أبقى مش خاضع لرغبة حد في أني أقرأ. أنا حر أقرأ وقت ما أقرأ، أحط كهرباء وأفتح البتاع ده هيقرأ، مفيش مشكلة. أول ما كتبت برضو جاتني نفس الحالة، وإن كانت شوية أكثر شجنا يعني، لكن فجأة حسيت إن الدنيا كلها اتفتحت في وشي لحظة، بعد مرور 40 سنة من عمري، لقيت فجأة الدنيا اتفتحت، لقيت فجأة قنوات الاتصال بيني وبين الآخرين اتفتحت. لازم الولاد الصغيرة يعرفوا ده ولازم يتعلموه، وعشان كده أنا بتبنى مشروع ده، مشروع كمبيوتر لكل كفيف، لو أستطيع أن أفعل ذلك، كمبيوتر لكل طالب كفيف، فبالتأكيد هنطلع جيل واعي وفاهم وقادر ومستقل، أو على درجة كبيرة من الاستقلال. طب بعد الموسيقى العربية حضرتك كملت فين؟ لا، ما دخلتش فيه خالص. لا، ما دخلتش مع الموسيقى العربية، هم أصحابي بس. أمال حضرتك اتعلمت فين؟ لا، أنا ما كملتش تعليم بقى، أنا كملت أنا يعني دراساتي الخاصة. كلها دراساتي الرياضية. كلها دراساتي أنا الخاصة. أنا بس لازم أقول، لازم أرجع لك لنقطة، إن إحنا أيام ما كنا في المدرسة ما كانوش عارفين هيودونا فين. إحنا كنا زي ما قلت لك الجيل الأول من المكفوفين المتعلمين. أيوه. فمش عارفين هيخلصوا مننا ازاي، هنكمل تعليم عام ما كانش فيه لسه. أي. طيب، كان قدامهم 3 اتجاهات. الاتجاه الاول هو معهد الموسيقى. أي. اللي كان بيقبل المكفوفين وقتها، والاتجاه الثاني هو الكليات والمعاهد الازهريه المختلفه، والاتجاه الثالث هو الصناعات اليدويه، سواء كان نجاره، خرزان، فرش، قش، الحاجات دي كلها. أي. فكانوا بيجونا الاول يلاقوا اللي عندهم مواهب موسيقيه ياخدوهم للدراسات الموسيقيه، ويعدونا اعدادا ثقيلا جدا، صعبا جدا، لاننا سنكون في يوم من الايام طلبه معهد موسيقى وطلبه فينا قصور ما. فكانوا مهتمين اساتذتنا ان احنا ما ندخل المعهد نبقى في سنه اولى وكاننا في سنه رابعه. الدراسات الموسيقيه عندنا كانت مكثفه وتقيله جدا، لدرجه ان انا كنت بعرف اقرا اكتب قراءه كامله وكتابه كامله بأكثر من خط موسيقي وأنا في سنة 5 ابتدائي. ما كانش عندي مشكلة خالص في أن أنا أقرأ لحن أو أكتبه أو أترجمه يعني. عشان كده ما حسيتش بقصور في تعليمي للموسيقى الشرقية، لأنه مدرستنا غطيته وإحنا أطفال. حضرتك بعد كده رحت الأداب إنجليزي. أنا رحت الأداب إنجليزي. طب ليه ما رحتش مثلا معهد الموسيقى؟ ليه ما رحتش يعني مدام حضرتك موسيقى؟ والله حق ربنا، أنا كنت رايح أداب إنجليزي علشان أمي ما تزعلش بس كده. انا رحت اغطي لها الحته الجامعيه يعني. هي كان الموديل اللي هي بتفكر فيه هو الدكتور طه.
دكتور طه حسين. تبقى زي الدكتور طه. هي شايفه انها مخلفه ولد كويس وبيفهم ده القدوه وانه الدكتور طه هو زي ما حضرتك تفضلتي القدوه والمثل و فكانت شايفه انه ابنها ده لازم يكون نسخه او مثال عمار. اخر مثلا بس من غير حسين ما كنتش عارف. فانا قلت اخلص لها الجامعه ليها هي عشان وانا عارف سكتي في النهايه، انا عارف ان انا ماشي يعني مش هكمل في اللعبه دي. لكن الحقيقه انه الادب الانجليزي نفعني اكيد. انا استفدت منه استفاده موسيقيه ما كانش بعيد الحقيقه عن 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 المزيكا يعني. اذا كنت انا عرفت اعمل دراما موسيقيه في يوم من الايام، مزيكات الدراما الموسيقيه اصبحت شغلي الشاغل في كثير من وقتي. فده سبب دراستي للادب الانجليزي، سبب فهمي لتركيبه العمل الدرامي سواء كان قصه او كان مسرحيه او كان مسلسل. من هنا اتصور ان انا استفدت فايده كبيره جدا من وجودي في كليه الاداب، يعني ما ضاعوش السنين هدر يعني. طب وبالنسبه للالات الحديثه اللي حضرتك اتعاملت معاها اكيد فادتك اللغه يعني، فكيت ده بالتاكيد طبعا، ده بالتاكيد يعني طبعا. ما كنتش بلاقي صعوبه ولحد النهارده ما بلاقيش صعوبه في التفاهم رايح جاي يعني سواء من عندي لعندهم او من عندهم لعندي، والسبب في كده اللغه طبعا. طب سمعت حضرتك ان الاهل ما كانوش موافقين خالص انك تطلع فنان، وقالوا عليك مزيكاتي، والام زعلت واتطردت من البيت وما خدتش مصروف هم ده حصل كله، بس انا ما اتطردتش الحقيقه من البيت، انا سبت البيت. يعني انت اللي اتطردت؟ لا انا سبت البيت. هم كانوا بس بيقفلوا الباب من الساعه 10 بالليل عندا فيا طبعا، وانا بخلص 3 الصبح، طب اعمل ايه؟ فاضطريت اسيب البيت كارها. لكن هو اللي حصل فعلا كان كده بالظبط، ان انا العيله ما كانتش حابه حكايه المزيكاتي دي. وكانوا خايفين في يعني انا اللي عرفته من امي بعد كده انها كانت خايفه من ان انحرف، من ان اجلب عارا ما لهذه العائله. هذه العائله الاصيله. يعني الحمد لله. ايوه. وذكرت لي انحرافات مرعبه، هي كانت ما بتنامش الليل بسببي، خايفه جدا لاحسن يصيبها هذا الولد العاق بفضيحه. اللي قرب او اللي حل المساله دي كانوا حادثتين. الحادثه الاولى موسيقار فريد الاطرش الله يرحمه، وهو صديق عيلتنا، صديق ابويا جدا وعمامي جدا، اصحابه خالص. فالله يرحمه برضو عازفنا الكبير، عازف الكمان الكبير الاستاذ احمد الحفناوي، اللي برضو كان صاحب ابويا وعمامي. قال لفريد الله يرحمه، مش هفضل اقول الله يرحمهم بقى، قال لفريد الله يرحم الجميع بالظبط كده. قال له ده ابن علي الشريعي بيعزف اكورديون في الحته الفلانيه. قال له لا يا راجل بتهزر. قال له لا والله بجد، ومطلعين عينه وبتاعه وحاجات كده. قال له طب وريهولي. فجابني الاستاذ حفناوي واداني عند عمو فريد الله يرحمه. متعود اقول كده معلش. ف بعد ما سمعني جابني قدام الاستاذ فريد، فبعد ما سمعني قال لي انا هعمل حفله على شرفك يوم الخميس الجاي. وخبى الجزء الباقي من الحكايه. اتاريه عزم كل عيله الشريعي الرجاله في بيته وما قاليش، وجابني في وسطهم فجأة، دخلني عليهم وهو حاضني وشايل بإيده الأكورديون بتاعي، شنطة الأكورديون شايلها بإيده التانية. وفريد كان مريض قلب، لكن عايز أوريلك قد إيه كان راجل جميل خالص يعني. وقعد على الأرض عند ركبتي كده، والأستاذ حفناوي عند ركبتي التانية على الأرض كده، ومسكنا الآلات، هو عوده وأنا الأكورديون والأستاذ حفناوي الكمانجة. وكانت ليلة من ليالي فريد البديعة. وانتهت بأنه عمامي خدوني بالحضن وصفى الحكاية. لكن اللي ما تصفتش معاها كانت أمي الوالدة. أمي فضلت 4-5 سنين إلى أن حدثت الحادثة الثانية اللي هي البنك. ايه البنك؟ راحت بنك تصرف فلوس، هي أمي شريعي برضو. فبتمضي فلانة الشريعي، قالوا لها انت تقربي لعمار الشريعي؟ استاذ عمار. قالت لهم اقرب له، ده انا امه.
على رأيها هي البنك اتقلب على رجل. اللي جابوها ادوها في اوضه المدير، واللي مش عارف جاب لها ليمون تشرب، واللي جاب لها مش عارف ايه، واللي خلصوا لها حاجاتها بسرعه. المهم خرجت من البنك حاسه انه ابنها لا مش رايح سكه وحشه، بل بالعكس الناس بتحبه، وانه ابتدى يبقى له مكان عندهم يعني. فعدلت الحكايه يعني، هي اللي كلمتني في التليفون وعملت صلح. أستاذ عمار، حضرتك يعني لحنت أكتر المطربين والمطربات هنا في مصر، لحنت لمين؟ لا أنا لحنت لكل الكبار اللي قابلوني في سكتي يعني، في وقت ما أنا ابتديت يعني اشتغلت. من أكتر الناس اللي ادوني فرص في بواكير حياتي كانت السيدة شادية، مدام واردة، بعد كده مدام مها صبري، مدام شريفة فاضل. امسكوا الخشب دي، مش اول غين وليه برضو، دي فرصة اللي اديتها لي كانت مدام مها صبري. وشادية اقوى من الزمن. مدام شادية اشتغلت معها اقوى من الزمن، وديتني فرصة تانية اللي هي اول فيلم عملته في حياتي اللي هو شك يا حبيبي. انا كانوا في السينما مش راضين ياخدوني، فضلت 3 سنين ارشح وارفض. ياخدوك ايه حضرتك؟ كان مزيكاتي كموسيقى تصويريه، اعمل مزيكا تصويريه وترفض. هم اللي بيرفضوني كانوا. وكانت الدعوه القائمه وقتها بس يا جماعه، ما هو ازاي واحد ما بيشوفش بس يعبر عن صوره وكلام بالشكل ده. مع ان هو لو حد فكر بالشويش شويه كان هيلاقي انه السيناريست نفسه لحظه ما خلق الصوره ما شافهاش في الحقيقه. بالظبط، هو تصورها. طب ما ايه يعني، ايه المشكله؟ ايه الفرق يعني؟ واحد بيجري هيحضن امه هيسلم على والدته. ما هو انا وحضرتك سهل ان اتصورها، ايه الاشكال اللي في الحكايه؟ لكن يعني اهو كانت هذه الدعوه هي السائده. الى ان اصرت مدام شاديه على اسناد المزيكا بتاعت الفيلم ليه، وكان فتحة خير بالنسبة لي. شك يا حبيبي كان فتحة خير بالنسبة لي. من وراها اشتغلت سينما لمدة 13 سنة يمكن بعد كده. في خلالها يمكن شلت السينما المصرية موسيقيا في 13 سنة اللي من 78 ل 91، أو كنت أكتر حد اشتغل يعني. لكن أكتر ما بعتز بيه هو أني صاحب الجائزتين العالميتين الوحيدتين منذ إنشاء السينما المصرية وحتى الآن اللي خدتهم السينما المصرية. دول كان واحدة مهرجان فالنسيا كان عن فيلم البريء، والتانية كانت مهرجان فيفي كان عن فيلم البداية. البداية. أيوة.